السلام عليكم، مرحبا بكم تلامذتنا الأعزاء في درس جديد في مكون التراكيب، الوحدة السابعة، الأسبوع الثاني. عنوان الدرس هو المستثنى بغير وسوى. إذا نهدف من خلال هذا الدرس تحقيق الأهداف التالية: أن يكون التلميذ قادرا على تعرف المستثنى بغير وسوى وتمييزه واستعماله وتوظيفه في وضعيات لغوية جديدة. نلاحظ الأمثلة التالية: الجملة الأولى: يقومنا بعمليات الصناعة هذه جميعها غير نسج الخيوط. إذن ما هي العمليات التي يقومنا بها؟ يقومنا بجميع العمليات الصناعية. ما هي العملية التي لا يقومنا بها؟ هي نسج الخيوط. إذن نقول أننا استثنينا نسج الخيوط من العمليات الصناعية. الآن وقد وظفنا هنا أداة للاستثناء هي غير. لم يوظفن من الأدوات غير مغزل. لم يوظف غير مغزل. نقوم بتغيير غير في الجملة الأولى والثانية والثالثة بإلا. إذن في الجملة الأولى: يقومن بعمليات الصناعة هذه جميعها إلا نسج الخيوط. لم يوظفن من الأدوات إلا مغزل. لم يوظف إلا مغزل. إذا نلاحظ الجمل التالية: يقومن بعمليات الصناعة هذه جميعها غير نسج الخيوط. أين أو كيف هي الجملة هنا؟ الجملة مثبتة. المستثنى منه كيف هو أو ما هو؟ هي عمليات الصناعة جميعها. أداة الاستثناء غير، المستثنى نسج. في الجملة الموالية: الجملة منفية وأداة النفي هي لم. لم يوظفن من الأدوات غير مغزل، والمستثنى منه هي الأدوات. أداة الاستثناء غير، المستثنى مغزل. لم يوظف غير مغزل هنا في الجملة الأخيرة. الجملة منفية والكلام غير تام، يعني هنا لم يذكر إلا أداة الاستثناء والمستثنى. المستثنى منه غير مذكور، وأداة الاستثناء غير، والمستثنى مغزل. الآن نعود إلى الجمل التي تتضمن المستثنى بإلا. بعدما قمنا بتغيير غير بإلا، يقومنا بعمليات الصناعة هذه جميعها إلا نسج الخيوط. كيف هو الكلام هنا؟ الكلام مثبت، أي الجملة مثبتة. ما هو المستثنى منه؟ عمليات الصناعة. أداة الاستثناء إلا، والمستثنى هو نسج الخيوط. إذن لاحظنا عندما قبل أن نعوض كانت لدينا الجملة: يقومنا بعمليات الصناعة هذه جميعها غير نسج الخيوط. إذا لاحظنا على أن نسج وغير اتفقتا في الحركة الإعرابية. الآن نلاحظ الجملة: لم يوظفن من الأدوات إلا مغزل. الجملة مثبتة منفية لأن عندنا أداة النفي في البداية. المستثنى منه الأدوات، وأداة الاستثناء هي إلا، والمستثنى مغزل. إذن مغزل جاءت هنا مجرورة، وإذا قمنا بتعويض إلا بغير نقول: لم يوظفن من الأدوات غير مغزل. إذا نلاحظ أن غير ومغزل اتفقتا في الحركة الإعرابية. إذا غير في الجملة الأولى والثانية تعرب إعراب المستثنى بإلا. نلاحظ الجملة الأخيرة: لم يوظف إلا مغزل. الجملة منفية، المستثنى منه غير مذكور، أداة الاستثناء هي إلا. مغزل هنا تعرب حسب موقعها في الجملة، مع كأن
كأننا سنقرأ الجملتين: يوظف مغزل، ومغزل هنا تعرب نائب فاعل. إذن إذا قمنا بتغيير إلا بغير، نقول لم يوظف غير مغزل. غير مغزل، إذن غير جاءت مرفوعة، ومغزل كمستثنى بإلا جاءت مرفوعة. إذن نقول على أن غير تعرب إعراب المستثنى بإلا. القاعدة: من أدوات الاستثناء التي تؤدي معنى إلا غير وسوى. تعرب غير وسوى إعراب المستثنى بإلا. المستثنى بغير وسوى مجرور دائما بالإضافة. الآن لدينا التمرين التالي، قم بتوقيف الفيديو، انجز التمرين، وبعد ذلك شغل الفيديو من جديد لتطلع على التصحيح. الجملة الأولى: أين نعت الفواكه سوى الخوخ؟ ما فاز غير الفلاح علي؟ لم يحصد الفلاحون زرعهم غير علي. استخرج المستثنى منه مستثنى وأداة الاستثناء من كل جملة. عن التصحيح: الجملة الأولى المستثنى منه الفواكه، المستثنى الخوخي وأداة الاستثناء سوى. ما فاز غير الفلاح علي، المستثنى منه غير مذكور، المستثنى هو الفلاح وأداة الاستثناء غير. لم يحصد الفلاحون زرعهم غير أو غير علي. الفلاحون هو المستثنى منه، المستثنى علي وأداة الاستثناء غير. إذن نلاحظ على أن المستثنى بغير وسوى يأتي دائما مجرورا بالإضافة، غير الفلاح علي. التمرين الثاني نفس الطريقة، نقوم بتوقيف الفيديو، نقوم بإنجاز المطلوب. اشكل الجملة التالية أو الجملة التالية: قام القوم غير زيد، ما قام أحد غير زيد، ما قام غير زيد. بعدما تنجز التمرين شغل الفيديو لتطلع على التصحيح. صحيح التمرين: قام القوم غير زيد، ما قام أحد غير زيد، ما قام غير زيد. إذن نلاحظ هنا أداة الاستثناء هي غير غير غير. المستثنى زيد 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 جاءت في الجمل الثلاث مجرورة بالإضافة. نموذج من الإعراب: نام الكل سوى واحد. نام فعل ماض مبني على الفتح، الكل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. سوى أداة منصوبة على الاستثناء وهي مضاف، واحد مضاف إلى سوى مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. الآن قم بتوقيف الفيديو وانجز التمرين الموجود أمامك نموذج في الإعراب. قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد. بعدما تنجز شغل الفيديو من جديد لتطلع على التصحيح. تصحيح الإعراب: قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، غير أداة منصوبة على الاستثناء وهي مضاف، زيد مضاف إلى غير مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره. شكرا على تتبعكم.